السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة هنعرف ازاي ننظف رول الشحن بتاع 40-30 او 50-30 او 60-30. وليه بننظف رول الشحن؟ في بعض الوقت الصورة بتطلع، ما باجي اطبع صورة او اطبع ورقة الاقي رطوش حبر على الورقة او خطوط، وده اللي احنا هنعرفه ازاي ننظف الرطوش دي زي اللي على الورقة دي. تابع معايا. عندي في المكنة بابين، باب علوي اللي انا بعبي منه الحبر، والباب التاني وبشد المجموعة لبرة، بيظهر معايا رول الشحن. بضغط على البنز اتجاه السهم او الجنب اليمين، وبرفع الرول معايا وانا بضغط، بيطلع. بعد ما يطلع الرول شد الرول معايا واجيب فوطة وانضف الرول عادي، وابقى عليه رطوش زيديا او خطوط زيديا بمسحها. وممكن ننضفه بكحول احمر او سبرتو احمر، وبننضفه احنا بالسبرتو الاحمر، هو افضل حاجة، او مية، اي سائل تنظيف عموما، بحيث انه ما يضرش الرول. وبمسح الرول كويس وانشفه كويس لو انا بستخدم سائل او بستخدم اي حاجة من دي. بعد كده اركبه في عند اتجاه الرول، هون له مكان بيبات فيه، في فتحة كده في الجنب على اليمين، بدخل فيها البنز دون واضغط الرول من جهة الشمال. طبعا الكلام ده انا وشي للطبعة، واضغط عليها لتحت، اتأكد ان البنز راكب مكانه كويس. بعد كده اركب المجموعة مكانها واقفل بيبان المكنة، وهطبع تيست ونشوف الصورة هتطلع معانا عاملة ازاي. نطبع بقى تيست ونشوف الصورة هتطلع عاملة ازاي. الصورة طالعة زي الفل اهي. نطبع تيست كمان تاني، نشوف برضو العملية تتكرر ولا مش هيجي العيب. الصورة طبعا زي الفل، ودي الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر بقى انضف رول الشحن بدون ما ادور المكنة وبدون ما اتصل بفني. دي بتبقى حاجة بسيطة مش مستاهلة ان انت ايه تكلف نفسك عشانها. واتمنى يكون عجبك الفيديو.